ومن أجل بلوغ هذا المبتغى أقترح ما يلي: صياغة قانون تطبيقي لأحكام المادة السادسة من الدستور يلزم إحلال اللغة العربية محل أي لغة أجنبية في المجال العام للدولة، لأن استخدامها في جميع أنحاء المجال العام الرسمي للدولة تمثل في حد ذاته جانباً من جوانب ممارسة سيادتنا الوطنية. إنشاء مجلس توجيهي وطني للسياسة اللغوية ملحق برئاسة الجمهورية يكون مسؤولاً عن التوجيه والتعديل والتكييف عند الحاجة على أرض الواقع بين اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة واللغات الوطنية الأخرى.